إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها الإخوة الأحباب، وكما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فهو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والآن مع ختام هذه الليلة، القارئ الإذاعي الكبير والمحكم الدولي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم والسماء يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون
يسمعون الصيحة بالخمس ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر وما أنت عليهم بجبار خاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض خرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تقدر أخبارها بأن ربك أوقد يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى ما لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا وبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والعاديات طبقا فالموريات قدقا فالمغيرات صبقا فأثرن به نقعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
لقيب وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعين المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون
فأما من ثقلت فهو في عيشة راضية من ثقلت موازينه فهو في عيشة صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن وعافنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وزيننا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا القرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لقنهم حجتهم بالقرآن جاب الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن آنسهم في وحدتهم بنور القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صب الخير على بلادنا صبا واجعل اللهم عيشنا رغدا ولا تجعل عيشنا كدا وارزقنا وأنت خير الرازقين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وأكرمنا وأنت أكرم الأكرمين وجد علينا بفضلك وكرمك يا جواد يا كريم وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
زيادة في شرف الحبيب محمد وترحما على الراحلة الكريمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة الكريمة على خير بآيات البينات تلاها علينا القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا أيضا القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود علي حسن. أشكر كل من حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء، خص بالشكر النائبة المهندسة إيمان سالم خضر، وكل من حضر إلى هنا مشاركة منهم لتقديم خالص واجب العزاء، إلى معالي المستشار محمد عبد الكريم والأستاذ حسن عبد الكريم والأستاذ حسين عبد الكريم وعم الحاج سيد وأهل هذا البلد الطيب أهله. أشكر قصر الفراشة والهندسة الصوتية والإدارة، الحاج محمد أبو حلمي بميت زافر، جنرال التصوير والإخراج بالعزاءات والمناسبات الدينية، العميد ناصر صلاح شارع وادي النيل الزقازيق، بوفيه الواجب المتر الخلوق المحترم السيد سعيد خفر الحمام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.